رغم كل ما دمره المعتدون من شواخص الحضارة والعمران في بلادنا، بقيت إرادة العراقيين صلبة قوية، وبقي الفكر النير وروح الإبداع والإصرار على المضي في طريق التقدم والنهوض. إن العراقيين يعيدون اليوم أعمار ما دمره المعتدون، وهم يقطعون في كل يوم أشواطا جديدة في مسيرة الإعمار، وهذا شوط من تلك الأشواط. موقع سقائف المجمع الصناعي في البرجسية إحدى مواقع أعمار حقل الرميل الجنوبي، وتحت شعار يعمر الأخيار ما خربه الأشرار، تم تكليف منشأتنا منشأة الفاو العامة بإعمار وإعادة بناء هذه المواقع البالغة 16 موقعا. يتألف هذا الموقع من 3 سقائف كبيرة مساحتها 3000 متر مربع وبارتفاع 10 متر. تم المباشرة بالعمل في 12/10/91، وقد بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة تفوق البرنامج المقرر لها. تفتخر المرأة العراقية بمشاركتها الرجل جنبا إلى جنب في إعادة أعمار ما دمره الأدوان الثلاثيني الغاشم، وتساهم مساهمة فاعلة في الإنتاج والبناء بالفكر الهندسي الخلاق. تم تكليف منشأة الفاو العامة بإعادة أعمار مركز اتصالات الزبير في البرجسية، الذي هو أحد مواقع أعمار حقل الرميل الجنوبي. تعرض هذا الموقع للتدمير الشامل على أثر العدوان الثلاثيني الغاشم على قطرنا الحبيب، وبلغت نسبة التدمير 100%. تمت المباشرة بإعادة أعمار هذا المركز بتاريخ 17/7/1991 بعد عملية رفع الأنقاض. يتألف الموقع من جزئين رئيسيين، الجزء الأول هو الجزء الإداري، والجزء الثاني هو جزء أجهزة الاتصالات.